بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبراسنا وتاج رؤوسنا محمد صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمع. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وحن سو قارني عشر كي ودن بي وأه متن سفينة الصلاة العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي الشافعي اليمني المتوفى سنة 1265 الهجري. وحن سو قارني وأن كل حجرني عشر كي ودن بي أركان الصلاة، صلاة أركان تيدا، صلاة أركان تيدا وحن سو شغني سقال إيتوان إني تهي أركان الصلاة وسقال إيتوان. هل كان حكي قلع مركة وحقوقي بنا يا صلاة أركان تيدا ما دام سقال إيتوان نوصر الشيقي هدين حقوق القيبنا يا سدح قيب، قيب قلبي أه يقيبنا أو هذا الأه يقيبنا فعل أما عمل أما سمارتي أو إن لو سميو فعل أهان لو سميو. مركة قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة صلاة أركان تيدا ثلاثة أقسام سد أحقيب ويان. الأول كان أهر قلبي وقلبي، قلبي محيا مركة وهو قلبي النية فقط وأن يدويان وفق مركة صلاة قلايو وإن نيستو صلاة تكون صلاة العشمية أما صلاة المغرب مية أما صلاة كلمية وإن نيستو نيدا سمركا سيدا سوكلو حال غربا صلاة هدي تاي فرض وإن إذنا نيد قوني الغربا هدي صلاة هاي صلاة وصنة هنا ونيد قوني أه هدي إيدو فرض أي تاي ونيد السنة التي مادي صلاة داس وحباك مجرم صلاة داس وحباك مجرم صادر تامركا. الأول كان هو قلبي وقلبي هو سيغا النية فقط وأن يدويان، وشرطها شرط قادنا أن تكون إنا أهاته مع تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام والله أكبر تويان وصلاة لغوف فرته صلاة لغوغلا، وأن تكون إنا أهاته في القيام استاق مركو أغفك أسقو التاقا إن يداس ليماذو وصلاة مركو قلا إن ويراد الله أكبر. الثاني كان لبات القولية وهذل أما قدواقتان، وهي إذا خمسة وشن: تكبيرة الإحرام أول الصلاة، تكبيرة لغوغل الصلاة مرك أهر وكو، وقراءة الفاتحة في كل ركعة فاتحة لأخريه ركعة كستا، وقراءة التشهد التحيات كل أخريه، والصلاة على النبي نبي الوصل صلى الله عليه وسلم، والسلام آخر الصلاة، صلاة آخر كذا يراقبك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. انت اسمرك وقولي ويان، انت شنتاس وقولي فاتحد مرك أخرنت هذا صلاة وحلوف فرطالو بالأوضاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صلاة وحاله بالأوضاء الله أكبر، وحين كل ما تاء السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فاتحة المركة إلى آخره، فاتحة إلى آخره وركن من أركان الصلاة وركعك استعوله سيدة سوكرة تشهدك التحياتك نبي الوصل عليه الصلاة والسلام، والسلام آخر الصلاة. ثلاثتها سد حضوضة سد حضوضة قدن بيسو أه التحيات كل آخر يو نبي الوصل يو إيو سلامته في القعدة الأخيرة وفرق الدنباء. وشرط هذه الخمسة شنطان شرط هذا أن يسمع نفسه نفتس إنو مقشيو إذا لم يكن أصم هدوسا أين قف دقول أه ولا مانع وحديدا أن سنجر ريح دبال بدن أم بوق هدو جروكله أو دبال هدو جرته ولغط إيو بوق هدو جرو إيو نحويا وحلمته. وإلا هدي انت سجر مانع دو سنجر سما رفع كرأيو قاضيا بحيث ميل
لو زال هدو زوله الصمم مغل أنت أو دول ماذا والمانع وحيله ديدايو لسمع ومغلها وألا ينقص إنسا نقصا من شيئا شيئا من تشديداتها فتحذا تشديدات كذا كمد آه وألا ينقص إنسا نصقا من شيئا شيئا من تشديداتها تشديدات أي تكبيرة تكبيرتا تشديدات كذا إنسا نقصا من تشديدات حلج ذا تكبيرتا الله أكبر لام كمركوا وشدنتا حدوسا شدك دوكتغو صلاة صحابك مجرو هل شدت دوكتغو غفكا أما صلاة تكبيرتها أعطي الشد كذا أما فاتحة أو إيمان دونت إذن الشدد كذا إلا أفريتون إلا ذاي سيدا سوكا تشهدك أسينا سيدا سوكا وحليها إنتا سو أو أه إلا لواتن إكو هدي لرد إريو لواتن إكو شد أه مارك هل شد كم إذا دوكتي غفك صلاة ديسا وحبك مجرى صلاة ديسا وحبك مجرى سادر تمرك وإنو إلا ليو مالها الشد كسو أروري سيدا الله أكبر الله أكبر لام كسمرك وشيدن تاي وشيدن تاي سادة مركة قفك مركو الله أكبر راي مركة وإن نفتيس اسم قشيو إيو مركو وحاخرنا لكن قف حضار كيسا أفكي اسكوها يو وانا الصلاة تكونا عرب كيس مرد قاجنا يو أفكي اسم مرد قاجنا يو أسيقو أن قف معرتي تاغن وحمودا قف قيت تاغن وكينو يعني مركة تاسنا صلاة داس وحبك مجرى صلاة داس وحبك مجرى لماذا وقفك قراءة وحليرة أخرين تقفكين وأخريو حتى نفتي اسم قشيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نفتي اسمارت اسم قشيو لكن هدوش سان وسكي شب أو مارت أفكس كهايو صلاة داس كتكو صلاة ديسا صلاة ديس وحبك مجرى سادة مركة إن بنو حاركي سقف اسكي تاين وحبا أخرينين مركة ويدس وحكولي هاي هوسان كأخرنايا أم قلبي كأخرنايا قلبي وحلقة أخرين مركة قراءة لمرها قلبك وحلقة أخرية قراءة لمرها أخرين لمرها لأنه حسوا أروري قراءة الفاتحة فاتحين أخرسا قراءة مركة حليل هذا نفتا إن اسم قشيو مثلا هدي مركز قيل بضان هدي جرف ميشا قيل بضان يبوق بضان دوي جرو وحلقة نفتا هذا إن سفعة مغلين لكن هدي قيل جرين أما الدوال هدي سنجرين أما ميشا مثلا دقال أوكال هدي سنجرين وحبضي وحندعين هدي سنجرين أوكال واسمغ لكرتا عادي ونفت هذا واسمغ لكرتا ولذلك مركا تكبيرات الله أكبر وألا ينقص إنسا نقصا من شيئا شيئا من تجديداتها كمد أه شد كذا كمد أه مركا تكبيرة الإحرام هل شد بي لالاي سيدا سوكالي سلانتنا السلام إذن السينكاس إن لشيضه إذن وشد كاس ويان هدو قفك هصدو والسلام ودو يرادو معنى نويس بدلايا وحين غنيسا ومعنا وحنا غنايا نجح الحجارة هدام السين كروان أهوس روضه معنا هذا السلام تو يكبح ذي حوسك بدلا معنا كله أو نجحه مركا سلاة وحكم يجر مركا سلاة هذا السلام عليكم ماذا ذهن مركا هنا كسوع يسويان وكذا أقل وكذلك تشديد تشديد أقل التشهد 16 التحيات كويمان دونا سيدنا إلا هدو صوي رأيو تحياتك واللحيتون شد ويان هدو ديرينا لباتن إيكو شد ويان فاتحة ده وحي ليه ده أفر إيتوان ميل الله شدو أفر إيتوان ميل الله شدو أي ليه ده وحروف يا حروف تيدا وأن يخرج إنو صو صارو من مخارجها مخارج تيدا إنو صو صارو يعني قفك مركو أخرنا يو فاتحة ده مركو أخرنا يو حروف تيدا إنو صو صارو أو ما أرتي حاذين وصوصار الحمد لله الحمد هذولك الحمد دو يرادها أخريه صلاة صحابك مجلة أن حرف كده أي بدلا معنى هذا ويس بدلا يا إياك هذو يرادو إيا هذو يرادو أو شو سنشذن يا ذا معنى أنا ويس بدلا يا معنى وحنا قنا يا وحنا عابدا يا قرح ذا افتين كذا معناه أسبوع دلها يابا إياه ذاتي رادو شد الآن وكاف كنا كتكتو معناه هذا مش أسبوع دلها محونا قناة مركة دنبا ضوء الشمس حالي رادا قرح ذا افتين كذا مركة هذه مركة حال هذا إياك نعبد وإياك نستعين إله هذا كل جاي نكو عبودينا كل جاي كلامك ويدي سنينا هذه مركة شد كأكتكتو معنيه أن أسبوع دلين
oo naqday yani waxaan caawudayaa walciyaad billaah waxaan caawudayaa leedahay marka qoraxda iftiinkeeda marka waa gaalam weyn oo halis weyn taas waa halis weyn marka in la iska ilaalo shidkaas waa muhiim weyn laana shidka lagu sheegayo xaraf baa laba xaraf weyn laba xaraf oo loosku idqaamay laba xaraf oo loosku shiday hadii marka aad ka tagto shidka aad ka tagto xaraf dhana ka tagto xarafna aad ka tagtana macnaha wuu isbedelaya sidaas oo kale haduu yiraahdo qofku midalan haduu yiraahdo اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت واصح هذا يرى أنعمت أما دو يرى هذا أنعمت وإذن وخطأ صوت حيت هاي أنعمت ومارتي خطاب كاس إلهي سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم إله وحان مارت إوهن ونساء والذي كوي أو نعمي سي كوي إله نعمين وقرانك إلهي كشا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذاتك إله ونعمة مالك ذات تراد أنعمت ذات تراد حيكا لين تاي إنا تراد أنا أي النعمين أيا مالك معنيه لنبا أي أسبد لي معنيه لنبا أسبد لي مالك وإن أسئلة لسد ويان مالك شدتك مكال لي هاي وإنو إلى لي ومهم لأن معناه لنبا كحرا معناه لنبا أي كحرا سيدا سوكرا وأن يخرج إنه صوصارو حروف تلبا إنه صوصارو من مخارجه مخارج الحروف حرف كسميش وكسوب بعض حاد ميلا كسوب بعضا هذا ميلا كسوب بعضا عين كميل وكسوب بعضا غين كحلية مخرج بولية هاي وهكذا حروف تسمرك مخارج هذا إنه إلى ليو حروف مخارج هذا إنه إلى ليو يعني وألا يغير شيئا شيء نسان بدل من حركاتي حركات كم ده وألا يغير إنسا بدلا شيئا شيء من حركاتها حركات كمدها تغييرا بدلتان كاس يبطل برنايو معناها معنى هذا معنى هذا لم برنايو با هذه مثلا ماشي كرم لذا ده هصف وضو أم هذا قدد معناها واسبدلا يعني كلمة دردن معنى هذا واسبدلا وألا يزيد فيها إنسا كزيادة وما رأت فاتحة المركو أخرنا حرفا حرف حرف كاس يبطل فيه معناها معناها المارتي برونايو إن مارك حركتنا إلى لسو حرفنا أذكو زيادنين حرفنا أذكو زيادنين ويان أولي باسكي إلى لسو خاصة فاتحة صوت حيث هاي مرها دي بساعة فاتحة هاي كهل الله وصنت هاي صلاة دادا وحبا كمجر صلاة ويبرت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي سوق ليسا صلاة مارك فاتحة ومهم غفكة إنه آتيات سكوي إلى له ولو خاصة مخارجته تتقارو حد يبيس حرفك ها يعني حادي بعد يبيس تتقارو حد يبيس عينك تتقارو حد وهكذا مركا إنه إسك الصح ومهم ويان وألا يغير إنسان بدورين شيئا من حركاته حركات كم ده تغييرا دورسون يبطل برنايو معناها معنى هذا وألا يزيد إنسان كزيان فيها حرفا حرف يبطل برنايو به معناها معناها ما أرتب برنايان إنا كوزي إنا وح كوزي هذه السنة لما أقول إن أضيع وح كجرته أما وح كبدشنا إذنا ولما أقول ويان لأن صلاة دابا ما أنصح ميس وأن يوالي إنه حريريو فتح أمرك آخرنا وإنه حريريو بين كلمات يا كلمات كأود حيو وأن يرتبها إنه ترتيبيو على نظمها المعروف سيدا مارتي وتحنت هاي وويرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنه السلاس الحريريو لما رو مارتي آيات كالأحضاء إنه وحسو قلقان أما إن هذا آموستو وإن بض إن هذا آموستو كدب دنا آيات دي كالي هذا أخرسو وأن يوالي إنه حريريو بين كلماتها كلمات كذا وأن يرتبها إنه ترتيبه على نظمها المعروف سيدة أو كسو عروري ولذلك قفك هدي مثلا ولذلك فوق هذا وحليهن قفك دور دارت مثلا
ويرى ما أرتوا حايقة فرنتي أما حاكون أرتوا بإسلام تين حايقة فرنتي أولو با هدنا أخريو آيات أخريو آيات داس أولو با تجويد سنكو أخرنين فوق هذا وحيليين إسلام تيس كما فرمين لماذا قرآن وحو أخري قرآن ماها وحو أخري قرآن ما بها تجويد كما أخرنين أحكامتي وحوا كما غن مخارجتي وحوا كما غن لذلك مركا وحاموه ما غفك فقه هذا إليهن أن من يقرأ القرآن ولا يحسن قراءته ويخل إعرابا وأحكاما أولى بعدم الحنث فإذا قرأه الجنب كذلك فلا يحرم عليه لما علم أنه ليس بقرآن يعني وحو أخري قرآن ما بقى هذا ولذلك مركا وحولك مسوق هذا. الثالث كان سدحات الفعلية وفعل يعني أركانتي وحلو قيمي قولي إيه قلبي هي الفعلية. الفعلية وحلا وحلا السمينا يو وفعلها الله السمينا وحلي الفعلية وهي 13 وستح يتوميان القيام وفكينو استاغو والركوع ركوعي ويان وطمانينته إنو كحسلو طمانينة وحنشاقني وحسلنان قابكو وحسلها هنا وإن حبن كستو ميش هذا يكون لابطف مركو استاغو أوكالي إسلام مركبة مثلا سجودين وإن سفع عنو استاغو وصيقو ماتئة وصحن ويستاغو حبن كسميشه اي كلابته حبن كسميشه اذا كلابته سو حالي طمانينه. ولذلك وحنا كسو شيكينا حديثك المسيء صلاته وفكي صلاه سلي صلاه سنو صوبته لو علينا وحي سدح جير طمانينه ايو كتغي طمانينه marka طمانينه iyo xasilnaanta iyo sakiinada iyo qofka inu حبن كسميشه اي كلابته و ركن من اركان الصلاه هذو كتغينا صلاه ديسا حبا كما جرى. والاعتدال قفك إنه استاغو سفعا وإستاغو وطمانينته إنه كحسله والسجود الأول سجود أغهره وطمانينته إنه كحسله والجلوس بعده سجود قداشة إنه فريسته وطمانينته إنه كحسله فرق حتى مركا فريس جلسة فريسه وإنه كحسل شويا لكن المركبة فرق هذا السجود هذا وحبا حتى أقول حينين أما فرق وين أنا جرمبا أما المركبة سوى فريسته هذا وسجودي مرك لما كلا سارة كرام لما كلا سارة كرام لذلك مرك جلسة استراحة وباين غفكة إنه غفكة نستحى كدي مركات وسجودون. والسجود الثاني سجود لوات وطمانينة إنه حصله وواحد هل بعد بعد آخر ركعة ركعة قدام به وهو الجلوس الأخير وفرق قدام بويان وواحد هل ينشأ وحمرك كرر ليس من فعل هذه الأركان أركان تان كسر شكينة في موضعها بوس كذا وهو الترتيب وترتيب ويان أركان تلاقيس وشيكي ست ترتيب وست أكل هريان إن أصميس لكن هذه كالهر مرسو مثلا اعتدالك أي كهر مرسي ركوعي أو حا كهر مرسي سجود بركوع كهر مرسي أما التحياتك وحا كهر مرسي وهكذا لما أقل ويان الترتيب سيدة هذا معرتي مؤلفك نوشيكي إن سيدة أترتيب يغفك. وشرط الأركان أركان تا شرط هذا الفعلية والفعلية وحيالها فعل كمارتي الدماء لغسم أيوه صحة ما قبلها إن يصح نقتوح كهري من الأركان أركان رصو الشيء وألا يقصد بها غيرها إنه سنقصد غير كذا لأن أركان تان لغسم أيوه وأركان بدنية وحبنها لغسم أيوه والدماء لغسم أيوه وفعلها نقف قصم أيوه مثلا قفك هدي ماذا يذكر السوق هذا والركوع كره السوق هذا السوء مارت أرقحي وكلا شيء وحبك أرقحي كمفل المركز لم يكفي لماذا وإن إنه كعلي ويان وإنه كعلي لا بد وإنه كعلي ويان صوت حيث سفعا الركوع أمر ركوعين سفعا أمر ركوعين مثلا قفك مركو ركوعي وحبوك عبس السمركيبة وصوك عي ركوع عز وحبك مجره وألا يقصد بها غيرها سدا صوك لا قفك دي مثلا صلاة طمانينة لغوايو وحان شاقنا إذن هو صلاة ديسة وحبا كم جيرو وإنه ما عرده كسو عليا بل هدي وكتغو حسنانك أما طمانينة أما اعتدالك أما ركوع أما سجودة يحلم ده وإن صلاة داس ركع داس وإنه كسو عليا ركع داس وإنه كسو عليا ويان انت بضل ما انت وحذارك إذا ما انت تذكى وحكم قان صلاة دودة وحليل الطمانينة هي الخشوع لا وضع شيء يا كمغن. فك صلاة وانت كذا على أحكام تنو يقانو لكن خشوعي وخشوعي كمغن.
ولذلك نوحي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحقه هور القادة دونه الخشوع خشوع على رفعين دونه وحد أركيس النبي صلى الله عليه وسلم مساجد بسوق ليس هل قفنا ما خشوع سنة ولا واحد هل قف ما خشوع سنة تذكرنا صلاة ويكتشنا ويتكلان مساجد وعمرين وابو حكري هوس هل قفنا خشوع مكي ليست مركا نبي صلى الله عليه وسلم آد بوجود جي وحقه ومارت وهرة لكري لايو الخشوع يعني مركا ما أنت باهذي جرتو وولو ب نقطتين مصيبة عامة أما مشكلة عامة نقطتين تذكي إنه يخشوع سنة صلاة وفي صلاة وكجرة لكن وح وكل صعوبة صلاة ديس مركا عدد كوات مية ما تلوات مية فتحد ما أخري سورة وأخري مثلا ما أنت امتحان ذاك قادو صلاة مخرب أن تكون إمامكم هو أخري قف شيء كرمله سما إمامك داد مثلا ما أنت وحنا نقول تجي لبس صورة سما صورة الليل صورة الضحى صح لبس صورة داد كذا ويدسو إمامك وحنا نقول تجي مش شيء كرا أنت بغل هذه امتحان أنت صلاة قال على يا وقف كيبا أما بغل كي لا أوقف هنا شفت مركا مشكلة وين كجرت ويان عالم كرن عالم الإسلام غير كسبة مساعد كستم سايد ولا بوحا داد كويش كذا صلاة لكن أحكامتي كم غن وأركانتي كما قن أو حكما قن شروطي أو خشوعي كما قن أو طمأنيني كما قن أوقفك صلاة كيفية ما يقانو هذا إن وحبرتنا ديار ومها إن وحبرتنا ديار وما تاس مركا ومشكلة كلواتي إذنا ولذلك مركا وإن وقفك إلى ليو هدور صلاة سن لا أقبله نوعين عليه الصلاة والسلام قف بصلاة تكون يا مركا سا أجر من لغم السين يا وحالك يا با بغل كيبا طمان إلى قصيه وأجر وكاله أما بقول كيما الشن أما إن لقوا سعيدي مركز لوات وما أمرت وجه لوضع في صلاة صحابك من جليلة مركز صلاة ده ما أنت حب بضن تاي حتى بقول كي طوان كهل نبا وفائد قرنا الحمد لله حاليا بقول كي طوان عطينا إنا وإنا لغياوا لأن خشوعي وحلا بضن با نقم قرن مركز النبي سعوش عليه الصلاة والسلام ولذلك مركز صلاة خشوع له صحابة رضوان الله عليهم أجمعين خشوع درتيسة هي آية صلاة وخشوع جرين قف با وحد أركيسة لو سو جمي ليب أما جمون ليب كمركو كل رعو وحبا مدري ماي صلاة وسكوتة هذا المرة لوات متك لوات لو أمارت لو سو طورة صلاة وسكوتة متك سدحات أي لقيا مرك دم بق ليجو أسك الصعدة وأسك الدرارة وأسك الصعدة إنه أركي أكو مركز كده أو أركي ليجي أنت أسود دريم واي لكن ما أنت أنا وحنا وحير هديبا قجع يرلا مغلق قف كسمر كيبا إنه صلاة كبح لقيا وابا إنه صلاة كبحه أما قف وحير هذا السماء يبا إنه صلاة كبحه أما وحير هذا صلاة تكون يسلوك تاع دساء عمران سمركي قفك ومركي ودريما يا مركا خشوع بانا قمقن صحابنا إلى هير وحي قارين قفك إنه دريم ويبا إلا نفتح كبح لمويان هو ديكس دريرا أو سعوة أو إنتا سليب كل عيو أو مارت وهكذا ولذلك مركا صلاة قفك إنه كل راحيستو صلاة سمركا خشوع يدا آتي أدوى مهم وأنا ما أرتي صلاة قلب كذا هي نحر كذا هي حلالي كلام أرتي صلاة أصل كذا وخشوع صلاة أصل كذا وخشوع ويان ولذلك قف كذي صلاة بدنا تكذو وخشوع أنا لهين وحكوا ناكسن لا مرة كعو تكذو وإلهك أقبله خشوع هي خضوع هي أركان كذا شروط كذا واجبات كذا كاملة أنت لا بد أصرك عينه كأقبله أي ما أرتي أي كأجر بدن يا كاجبان. وأما مبطلات الصلاة الصلاة وحيلها بريون في 12 لبي تومويان الأول كان هرة وحنكسر بعد مركا أركان الصلاة وصلاة تون مؤلف كشاجي إيو أنت لو قيبي قيبنا قلبية قيبنا الغرض واق هذا الله قيبنا فعلة هذا نحن حكى جلايا وحيلها صلاة بريون وحيلها صلاة بريون حيره ولبي تومويان وأما مبطلات الصلاة صلاة وحيلها بريون في 12 ولبي تون الأول كان هرة فقد شرط شرط لوايو من شروطها شروط الاثنى عشر لو يتوانك عمدا كسا ولو بإكراه هلو قص بعدين غتو أو من سهوا أم هلمان أو مسجهلا علم الآن قف كادي هل شرطي أو كم إذا شروط الصلاة عن سوشي أغني أو لو يتوانك هدين لوايو حتى هذا لو قصبه أما ها هلمامو أما الجهل هنا غلا سلادس وحبك مجرى سلادس ولذلك ويكسونتين وحب حجر لي هذا فرض عين وقف كسل غراوي يتعين كل احد فرض عين كان معي هاي صلاه قاب كيلو تكذو فرض عين وان المارتي صلاه البرتويا
حتى أداء المارتر هذا أنا جاهل باهي يعني لو معذور داري صوت عيته مساعدها كتب على وخرية علوم ذي مارت ويجوان سؤالا ويدين كرتا ملك استمرت أجوكتت ما أنت قفل عذر داري جهل أبي رات مرة علمي هو ملك استوايا الحمد لله ومتوفر ملك است علمي أدا جوكتت آخر الدنيا هي ماشي قدام بدون كذا جوكتت تلافنا صادر كرتا عليك تا مسألة داس هي سؤال شسمو بعناي مرك ما أنت قفل عذر داري إلا قفل مرك صوت إسلامي هو دين تسوق علي أما قف ميل فوق ده كنول أو تلافنا هاي سنين أما بدو جديد كنول با تلافنا ما هيستو إسقارسين ملا علماء ومدو مساعد الو أخرنا مجرو وأنا ما أرتسل أن قوم ويان قف كسرين لو عذر دار بعض المسائل لكن أنت لو لا صح عن كاهن قف لو عذر دار هبي على تمر ويان ولو بكراهن أو سهوا أما هلمان وجهلا أو مس جهلا علم الآن الثاني كلبات فقد ركن إلا وايو من أركان التسعة عشر أركان تيد الصلاة والصلاة يتوانك عمدا سكسا فإن كان سهوا هدي هلمان أمارة أو تقو أتى بي والإيمان إذا ذكروا مركو صحة سستو ركني أكتكتي ركني أمركا صحة سستو والإيمان إسا مثلا وحكتكتي طمانين لا كتكتي فسوع النساء ركع داس مسوع حكتكتي ركوع ركع داس وسوع النساء مسوع حكتكتي اعتدالك ركع داس وسوع النساء وهكذا ولا يحسب لما حساب ما فعله وحسمي بعد المتروك من بعد المتروك كي لغتي قداشي حتى يأتي بي إلى اللي ماذا مثلا ننك وحكتكي ركع هذا كوات وحكتكي ركوع يوكتكي ركع هذا اللبات لو ما حساب إلا ركع هذا كوات وسوع ليه أما ركع هذا اللبات أي وحكتكي ركوع ركع هذا السدحات لو ما حساب إلا ركع هذا اللبات ركوع وسوع ليه مركا يعني وحي كدم بيل وما حسابها إلا ركن أو كسوعلس لأن ركن يكسر تكتين الثالث كان سدحات زيادة ركن إنه زيادة من أركان الفعلية أركان الفعل أو أدمها لقسم أيو عن صامرني أو إتيان النية نية اللي يماذو أو تكبيرة أما تكبير اللي يماذو تكبيرة الإحرام والله أكبر وياه أو السلام أما سلام نقص في غير محله بوس كذا عمدا سكسعة يعني مثلا صلاة العشاء وقراء أي قفك تكون وأفر ركع سدح ركع مركو مرأي بو السلام عليكم السلام عليكم ويراد ركو إنو كسو عليو أنا وحكتكي بوسكي ماها السلام عليكم ماها وحكتكي مارتي ركعنا كاملا وركنا أيوكتكي فإن كان سهوا فإن كان ديتا سهوا هلمان أو مزاد زياديو غير ما ذكر وحي لصر شيء غير كيس من الأركان أركان تكاملة عمدا سكسة أم أولكع أو مزهوا هلمان لم تبطل مع صلاة نساء مبوريس ويا مثلا قفك وحو كزيادي ركني أو كمدة أو زائد مثلا وحال الربي التحيات أو كلابة التحيات الله أطلق سدى حتى هذا سميه أما وحو السميه مثلا ركوعي هل ركوع على وجه ربو السميه وهكا وحي لمد هذه مركة ركني قاس سكسة أو سميه أما سهو أو سميه فإن كان سهوا أو زاد غير ما ذكر من الأركان فإن كان سهوا هدو إمارتي هلمان أيتاي غير ما ذكر من الأركان القوهية القولية أركان تقولية قفك دوح كزيادة وصلاة اسمه بوريس لكن أركان تفعلية صلاة ويبوريسة مثلا أركان القولية وقال فاتحة لوجر وآخري مثلا فاتحة لوجر وآخري مستكبيرة الإحرام لوجر ويرى الله أكبر هذا شكيا قال مركه الكسوعي الله اكبر هذا شكيا قال مركه الكسوعي الله اكبر وحبا ديما لاس وحبا ديما الصلاه ديسا مبريس لان وركني او قولي او دباقه لكن فعل هدوي هي صلاه ديسا ويبريسا لان شنت الصلاه ومثلا صلاه كستا صلاه العشاء قال سو سعته افر ركعويان وحو كدغي ما شر ركعه وكدغي وحو سمي ركعه فعليه او لبقه ركني أي كزيادي تاس إذا مركه ويبوريسا تاس لهم حسابها هدي مثلا سهو أي تانا هلمان وحلي مانا لبركع أو سجود السهو يا فإن كان سهوا هدي مارت هلمان أي كتاي أو مزداد زياديو غير ما ذكر من أركان أركان تلسى الشيء كواسا غير كوضا وأنا قولي ذا هي قولية أو عمدا سكس أو مسهوا سي سهوي وأنت أصمي لم تبطل صلاة اسم بوريسو لأن صوت حيث هاي صلاة ديسة سي سحذة وحل إيمانا يا
سجود السهو، سجود السهو أي الإيمان. الرابع كنفرات، أن يتحرك إنو دقاقه حركة واحدة حال دقاق مفرطة ولبة حدافة، يعني قفك هل مر أنتو صفك هرسد حاسو كجيرو بس صفك كوات هل مر أسوبوذي صلاة سيدنا ويبرتي صلاة داس حبا كمجر، لأن بودتان وحو السمي وحدك بحسن وحمودا قفك إنو ميل كبودا قد كبودا وكلا أيو السمي دور طلابة أيو هل مر بوذي مركا عادة معها ساس معها مركا. لكن وحي ير مثلا وإيمان دونا مثلا صفك كوات با مارت كجري أما كي لوات كين لوات ويميت أما كين سدحات كين لوات بيمد وهكذا تصد مرها، أن يتحرك إنو دقاقه حركة حركة واحدة حلقة إنو دقاجه مفرطا ولبه حدافة أو مثل ثلاث حركات متوالية سد حركة أو حريرته عمدا سكسة كان هذا أو مس سهوا أما هلمان أو مس جهلا أما جاهلا هذا تاس مارك سلاة ديسة ويبوري سويان، يعني سلاة ديسة ويبوري سا يستوي العمد والسهو. لماذا صلاة وحي أبرتي أفك صدح جير بحركة سمي ثلاث حركات متوالية مركورة صفك شناده كجري وكسوتي وحي من صفك أفراد وكسوتي صفك صدحات وكسوتي صفك لبات وهكذا أو حريرته صلاة ديسة وحبك مجرم صلاة ديسة وحبك مجرم. ولذلك مركة ومارتي من بطلات الصلاة وحيلا صلاة برنائية كميتاي أو ثلاث حركات سد حركة أم سد دقاق متواليات حريرته عمدا سكسة كان هذا عمدا كان كسة هذا أو مس سهوا أم هلمان هذا أو مس جهلا جهلا ما هذا. ولذلك وحنا علي لو معذور دار يقفك صلاة ما أقانو سوى ما يلو كنول وعلماء ذي مارتلجو ومسايد الو أخرنا لو معذور دار حتى جهلا جهلا ما ديكات هاي وحواجب كرك هذا صلاة يبرته. الخامس كن شنات أن يأكل إنه وحونه أو مش يشرب عبا قليلا قليلا وحير عمدا سكسة سو صلاة كجرو بانينكي عبتان يروع عبي مثلا بيو صوقاتي وسك عبي سو صلاة كجرو أما أفكي سوح كجري وح قدن بيو أما حنجا إيو أما هيلو بير قدن بيو بومارتي لقي أما كسا وصم إيو. فإن كان سهو ده المانتاي أو مش جهلا جاهل لما وعذر ولو عذر دار لم تبطل مبرس بالقليل وحير وبطلت وبرس بالكثير وحمارة فربضا. هل كان حكم هذا مؤلفك شيء قاس أو مثلا قفك اللقي أما عني أما عبي شيء يره دوي هاي قفك دوي جاهل هاي ولا عذر داره قفك جاهل دوي ولا عذر مثلا قفك أسوى مارتي حنجة روغا يو أما علانجنا يو أي مسايد كسوغر حنجة واسكوتي مركو واسكوتي إلى صلاة وكجرو مركو دساس كل لقي أما هيل بيرو أفكيس كدن بي با مارتي عني أما بيرو مارتي مركز مركور كل لقضي با مارتي عبي هدي جاهل مارتي جاهل دوكي هاي جاهل دوكي أرنتاز ولو عذر داري هدو يري هاي لكن هدو فربدين هاي يعني عبيتان بضان إيو عند بضان هدو سمي لو معذر داري أما جاهل هذا أما ها هذا قف مارتي يقانو أحكامته صلاة إيو صلاة أركان تذي يقانو وحي يربع ومارت وحي ير ولو عذر داريا أن يأكل إن وحعنو أو مش يشرب عبو قليلا وحير عمدا سكسة فإن كان سهوا هذه المانا يكتاي أو مش جهلا جاهل أنا ديكتاي أو قف كان علم ما يقانو وعذر لو عذر دار لم تبطل بالقليل وهذه لو عذر دار لم تبطل بالقليل وحير مكبرنا صلاة دي سمبرس هذه شيء سوير ياي وبطلت يبرس بالكثير وحفر بضن صلاة يكبرس. السادس كان لحد وصلاة برنيسو وكمدة وعلى صلاة برنايو فعل شيء نصمايو من مفطرات الصائم وفق الصومان وحيلا أفرنايو غير الأكل عند آنهين والشرب عبتان مثلا وفق أصيغ الصومان. ولذلك قاعدة وحجرته وحلا وحي الصوم كبريو صلاتنا ويبرنيسا وحلا وحي الصوم كبريو صلاتنا ويكبريسا هذه قاعدة لا 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 العكس وحلا وحي الصلاة بريو صومك أحيانا إنه كبرنا على غياوة لكن وحلا وحي صومك برنايو صلاتنا ويبرنيسا مركا. ولذلك
قفكو حسمي مركا الشيء أو كمد أه وحيلاه وحأفوريو أو عنتان عين عبتان عين مثلا أوكالي علوشيسا أي وحقالي وحبا قاري علوشيس علوشيس وحبا قاري أما شيء صوص عدي أو حيوانة أيو لقي إلا علوشيس با قارتي أما حاقوين انتو مارتي أو ياسيقا اسكاكيني بو لقي أما عندو فربضا انتو أفكيسا ككل مية أو كجمعيي با مركز ملقي وهكذا أما جيت با ما أرد هالمر أفتكا قال أما لقي وحاسنا مركز سلادة سلادة ويبرنيسا لما دام سونك يبرنا أيو سلادة ويبرنيسا وحلوه علاشة جار سلا سونك وسونك هذا يبرايا وحلوه علاشة جار سلادنا وأي سلادة ويبرنيسا مركز فعل شيء شيء إنه سمايو من مفترات الصائم قفك الصومان أو أفرنا أيو غير الأكل عنتاني والشرب عبتان عنين غير الأكل عنتاني والشرب عبتان عنين السابع كانت دوات قطع النية قفك النية إنو قويو كأن ينوي الخروج إنو نيستو إنو كبح من الصلاة صلاة مثلا قفك نصدو الصلاة كتيرو أيوح مارت نيستي صلاة إنو كبحو ومارت نيستي قفك صلاة سئين ويبرتي لأن أوحو السمي وحلي رادو نية وصلاة وكوكالي نية كقوضي نيدي أياك قاضي مرة قصة وحقيقة بستي أنا جوا مساعد كتجي بسنك مركا يعني بسنك شافعي وحقيقة بتا آية أو كمدة من سورة الفاتحة الشافعية وحقيقة بتا ماذا بكو ذا بسم الله الرحمن الرحيم وآية كمدة من سورة الفاتحة ولذلك مركا ساس مركا الله تيري بسنك أو آية كواد لقد يقول واتضوى آية مركا واتضوى آية لكن مذاهبتك الوحي قبان إنا يكمل هين آية من سورة الفاتحة وإنا يكمل هاي بسنك إنو يا بسن وسورة كستا لغب العظم سيدا سورتها أو كلام لكن شافعي ذو حقبتا بسنك هذا كتكتو هذا فاتحة آخر نيسو صلاة دا فاتحة وحبك مجر لماذا آيات كمل فاتحة ذا كتكتين آيات كمل فاتحة ذا كتكتين مذاهبتك لكن وحي قبان علين آيات كم مائها وبسم الله الرحمن الرحيم ولذلك مركا مسايدة مركا كتجي بسنكي وانسر استهوصن وأخريي بسم الله الرحمن الرحيم مركا مدوا حاجري ومارت كتبتنا أدوا أخرستي ومارت مركا دم لإيش هاي وفقه ولبة تقريبا أرسن أخرسنا هاي إلى كبضا صدن صاني كبضا أوف وآد وين ولداء دي ساة صفكرو كتجري مركا أرك مركا بسنك إنان سرستي ركا عاد هرأي ولدتكو دي ركا عاد لبات سرادة وقوستي سنة صفقة وكجر مكان كله يسكت كناه صلاة المغرب أيضا حسوسته مركز دم صلاة مركز دم يعني ولو وسيت أنا وسيت كناه إنك أدب وراءه صوت أنا أنتو جهورة أذكر ذيو شك بنا أذكر ذي أي سد حركة أنتو كسيب بدي الله أفر ركع وسي مراي مركز يعني تاس مركز حكوت سنة يسا جهلي صوت عيت هاي صلاة إن لجر أصلا وصلاة سسكو برتباسي سيم أو مركز فقنا وسوا أقرستين كتبتي إلى وحذسين أي دور سنة وآخر سنة أي هادن فهم كيا كما قلنا يعني قفك الصلاة سفينة دوية روحوا لي قطع نية قفك دون نية استوبة إنه صلاة إمام كجر صلاة صحابك مجرم صلاة ديسا صحابك مجرم أنت سوحا كوسي إلى كوسي دار بسنك هدا سرايسته يدا كرو قادو كمد معها بأركان معها ركن معها وليس من بطلات الصلاة وحيلا صلاة بوري كمد معها وحيلا صلاة بوريو كمد معها بل النبي صلى الله عليه وسلم بسنك هو سرايسين جري أنا سحولين وحان كده وتكده نبيه وحان كده وتكده أبو بكر يا عمر كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي مركة رواية بدل القصة عروتين مركة إذا صار سنتاي كده مركة صلاة مكي اللي تكده مساعد كان كي يستاقي وأنا مسألة ما أبياني بسنك هدي هوس لأخري هدي كرل لأخري ناسكم تايتاي بسن لقيتها إني سنجرين نهدد كرل قادنا والسنة هذا هو سقادنا أو أخرسه نبي كسونا عليه الصلاة والسلام بل نبي هو سأيو آخر جري مركا تدقى روحا مودا كتبته وآخر سنة أيان كتبته وير حتى مسألة كقرن باكو هوس بعيسى مركا عن كم ذا قف كان أصلا صلاة إمامك لا تكون أيو حديبة إمامك وصلاة وصلاة مركا فرض أي تاي مره دوني يستئن صلاة وكب حبا إنك صلاة صحابة كم جرى قطع النية كأن ينوي الخروج من الصلاة قطع نية يد قفك إنه جرى كأن ينوي إنه نيس الخروج من الصلاة صلاة إنه كبحه الثامن كان سديدات وحيلا صلاة بريو حكم ده
تعليق الخروج منها، تعليق إنه حر الخروج منها صلاتك بحتان كذا، كأن يوي إنه نيستو إذا جاء زيد زيد هدوي ما خرجت منها صلاة وانكبحها. مثلا قف بصلاة قالي أما السنة سنة مثلا صلاة عشاء وكله إقامة وحير كلمة بوحسن هاي مات السنة يسأل بركة عجبه مركة وحيرة هدي نيد وحوق اشتي هدي مؤذن كإستاغو وصلاة أقيمة صلاة وانكبحها صلاة وانكبحها مرة دو مؤذن كإستاغو أقيمة صلاة وانكبحها مركة صلاة دي صحبة كم يجربه مركة هرب مرة دي بتعليق سمي صلاة دي ساسا كبرتوبة مرة دو تعليق مر سمي مثلا دو يراد هبل دو يمادو ومثلا قف بسوائي أو بلان سنايين وحيرة اسكسي تكو صلاة قف كان توك إيمانه لكن هبل دو يمادو صلاة وانكبحها صلاة دي صحبة كم يجربه لماذا صوت حيته وتعليق بوسمي تعليق الخروج منها صلاة دي وحوكو حري هبل بوكو حري أما شيء بوكو حري تعليق الخروج من صلاة إنه تعليق إنه تعليق الخروج من صلاة إنه كحره كبحتان كذا شيء إنه كحره كأن يوي إنه نيستو إذا جاء زيد زيد هدوي ماذا خرجت من صلاة وانك بحيا أما إمام كدوي ماذا صلاة وانك بحيا أما مؤذن كدو إقامة ويستغ صلاة وانك بحيا أو هبل هدوي ماذا صلاة وانك بحيا مركو رب صلاة ديسة ما بأنصح منها صلاة دي صحابة كمجرون التاسع كان سقالات التردد في قطعها وفك إنه شك قاله صلاة مكبح ذا مكجرتا مكبح ذا مكجرتا شكها قال مركا كأن تحدث له حاجة في الصلاة حالة بكل على حاجة كل على صلاة قده هذا فتردد مركاسا كتردده أما شكيه أما ولو لبيه بين قطع الصلاة صلاة إنه كبحه أو قويه والخروج من صلاة إنه كبحه وبين تكميل صلاة إنه رمستره مركا شكيه قال نكاس مركا كاس إذن وحبا كمجره صلاة داس إذن وحبا كمجره لأن قفك هو حاجة التردد وعلي راد التردد إنه قفك لو الله بيو في قطع صلاة إنه وقويو كأن تحدث له حاجة إنه حاجة كل على في الصلاة مثلا قفك على شلقة قبطة أكلا أما ووحا نصد أكلا أما قفك حالتك لقبطة أكلا صلاة دي مركا شك أي مركا أي صوق علي مرة دي شك صوق علي أما تردد صوق علي صلاة داس إذن وحبا كمجره كأن تحدث له حاجة إن حاجة ما أرتي كسو درسته في الصلاة صلاة قدهيدة فتردد مركا لولبيي بين قطع الصلاة صلاة إنو قويه والخروج منها إنو كبحه وبين تكميل صلاة إنو رمسترته العاشر كان طبنات الشك في واجب واجب كشكيه من واجبات النية نيد واجبات كالكمدة إذا طال زمن زمن كيس هدو ديراد عرفا عرفي آن هدو ديراد مثلا هدو كشكيه وكاله هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا وحير قفكي وحسيري ما وحني يستي ظهر مس وحني يستي عصر شكي قال مركا شكين أذو دير هذا ومثلا مدة كسو ريكتبه مدة دير كسو ريكتبه صلاة دا سيدنا وفك إنه كسو علي وحباك مجل أن وحي له صلاة برنايه والشك في واجب الشك إنه كشكيه في واجب واجب من واجبات النية نيدة واجبات كذا كمدة إذا طال زمن زمن كيسة هدو ديراد عرفا عرفي آن يعني مثلا زمن كدو ديراد مثلا قدر سبحان الله قفك ويراد وكله يعني قدر كان سبحان الله قياسة عرفي آن قفك إنو يراد سبحان الله سبحان الله مركا وحلو قياسة قدر كاس ديب كفر باطه وزمن مركا ديرويا عرفي آن فعل مركا إذا طال زمن زمن كيسة دو ديراد عرفا عرفي آن فعل معه ركن فعل مركه اسمه معه معيسة ركن ركني ركن يصف فعليا ركن يصف فعل وياي او مس قوليا اما رواق وياي الحادي عشر كان كوي تمنات قطع ركن انو قوي ركني من اركانها اركان تيذا الفعلية ولا فعل كلا غسمايو الدينها لغسمايو لاجل سنة سنة درتيذا كمن قام قفكي استغناسي اصوه المانسا للتشهد الاول التحيات كوهره ثم عاد له صلاة عالما سوءك عامدا ولب أقص دايو يعني مثلا صلاة وحيهت رباعي أو صلاة العشاء أو كلا صلاة العشاء إذا تاي التحيات الكوات أي كتجي وحصو حصوست أسوق تاجن وفكر مصلى عبنايو مصلى عبنايو لأنه حكتجي مركز ما ركن معها ركن وتاجين هاي وحنا كتجينا ركن معها وواجب صادر تمركا هذا وحكوك وايا سجود السهو هذا صلاة عبتو صلاة الصحابة كم جروا إذن ويبرتو ويان قطع ركن إنه قويو من أركانها الفعلية صلاة أركانته فعل كمدة لأجل سنة درت هذا
يعني السنة درتها كمن قام قفك استاي وكل ناسيا وفه المانسا للتشهد الأول التحيات الكوات ثم عاد له وصلى الله تعالما أسوأ أك عامدا ولبا قصد سقصد أسمية أما سكس أسمية. الثاني عشر كان لم يتمنات البقاء إنه باقي نغض في ركن ركني إذا تيقن دون يقين سده ترك ما قبله إنه كتقوح كوري ركن يارث أو شك فيه وكشكي إذا طال دور إرادة عرفا عرفي آهن عرفي آهن وصوى شيئني يعني قدر سبحان الله يا عرف الإرادة بل إذ كده يلزمه على زماية العود إنه كل أبطه عرف فورا سدك ده كل أبطه إلى فعل ما تيقن إنه سمي إلى فعل فعل ما تيقن وحو يقين سدي تركه كتكتان كذا أو من شك فيه وكشكي إلا إن كان مأموما أدوية مأموم أو مأمومك وقفك كده وتكد إمامك مأموم الإرادة فيأتي مركز الإيمان بركعة ركعة بعد السلام إمام إمامك سمكو رمي استركدب ولا يجوز له العود إنه لابت أم بنانه. مثلا قف كان أسقى ركن كجيره وباقي كؤه وحكتقي أما حكشكي إنه كتقي ركن كالكوري مثلا حكسيري وحكسو تكتي وحكسو تكتو إيرمارة ركوع وكالي ركوع كواذا كسو تكتي أسقى المركة وحكتكونا ركعة اللبات وأنا مأموم وحكود كده وتكون يا إمامك مركا أصين إنه لابتو وما بنانو إلا مركو إمامك لما يستر الصلاة السلام عليكم ويرى هذا كده مركز أيو يستأك له دوي مثلا شك جري ويرى ركوع كتكتي أما سجودة كتكتي أما قيامك كتكتي أما وحباك كتكتي دو يصير هذا إمامك مركو لما يستر مركزه يستأك يا لكن إمامك صلاة كده وتكون يسوع وصلاة دي وده وحلاه دي شك كسو قال حتى ما شك ياسين أو لابتو أما ركنا دا كسو تكتو مو لابنيس صلاة إمامك يا كده وتكونيس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم بإمامك حلاه سمايه إن لو قد إيضا مركا دو سجود وسجود وهكذا البقاء إنو باغ كون نغض في ركن ركن إذا تيقن هدو يقين سده ترك ما قبل وحي كوري إنو كتغي أو من شك فيه وكشك إذا طال هدو لرا عرفا عرفئان بل كده يلزمه على زمايا العود إنه لابد فورا سدقدقة إلى فعل ما تيقن شيقاس إنه السماي وحو يقين سدي تركه تقتانكس يعني وحو يقين لو باية من ركوع كتكتي موحا كتكتي سجود موحا كتكتي قيام وحو يقين سنة الغربة أو شك فيه وشكي إلا إن كان مأموما إنه مأمويا همويا مأموما دويا مك حونكس محويا حونكس محويا فيأتي والله إمانا بركعة ركعة بعد سلام إمامه إمامك سمركو سلام نخذ كذب أي ركعاس وكشكي أي لا إيمانه ولا يجوز له ومبنى العود إنه وإنه اللابتو فهذه الأحكام أحكام ثلاثة شيء يلزم وحال لازم وحال لازمنا يا ولازم سنيسا أما لازم كوا كل مسلم مسلم كسته معرفتها أحكام تأينه برتو وللوضوء ويسدنا وللغسل قبيسكنا والصلاة صلادنا سنن كثيرة جدا وحال هذا سنن أوفر بضن هذا مؤلف حكوشة جاي أركان الصلاة وصغالة تونا وحكوشة جاي فروض الوضوء واللحة وحكوشة جاي شروط الصلاة واللبي تونا مركا كومش جاين وحلي رادة السنن لقومش جاين هيئات أم واجبات لقومش جاين رواتب لقومش جاين وهكذا مركا صلاة ويسد وحلي رادة هيري إيو قبيسك إيو صلاة سنن أو فربضن على سوكوي كرن سنن فربضن على سوكوي كرن مركا وحل لازم كون قفك سمسوينو برتو بل علماء waxay sameen jireen iyo ardaydi hore way xireysin jireen safiinadan akhriinayno halkan ku akhriinayno oo fursadan haysano dadaa waxa uu xireysin jiray aad jiray wadamo kale ama Sham ama maaratay Makkah iyo Madina ama waxa aad jiray Yemen ama waxa aad jiray meelo fog fog ayaa uu xireysin jireen laajli hadith waahid inay mar soo faa'iideystaan ama Sheikh Hebel ba magaaladaas joogo hal kitaab inuu ka soo akhristo أما حل حديث وكفامه سفر ده نو قاله واجن ديارة نمجرين وحلا بدل مجرين أنت بقى ولا وين جرين أما بدي راع جرين مركا أنا كمان فرصة وين هاي سن وقال يا وكتبتي الآخرنا يا سيدي عمريين علماء ذي جوكتو أي هدينا ولي وحلو كرلا يا صلاة ده إن أم برنا حتى ولذلك قفك إنه علم وحرسته وما أردت وواجب ويان هدي ما أردت أحيانا فرض عين بين غنيسا ولذلك إلهي سبحانه وتعالى القرآن وحكوليه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مركا كحكم دوائنا يبحضوا سيؤسوا فانت الدين تا أي مارة أسوا برتان
أحكام تيدا آداب تيدا دينتا أحاديث تيدا سنن كذا وهكذا برك إمامك وحكولها. فهذه الأحكام حتى أحكام تنقصها الشيء يلزم وحلازم أو واجب أو كو أمارة لازم كون غنيسة كل مسلم مسلم كسته ومسلم أنا ماشي وكجرتها مسلم كسته إيه قبر كسته مسلمة ده معرفتها إن معرته وبرتها من أي برته. وللوضوء ويسدا وضوء وحنا عني وواحد الله قضى وأنا صاش أجنى وويسدا نفته هذا وويسدا نفته هذا ويان لكن وواحد الله كره وضوء ليراده وبيها وواحد الله كره وأنا صاش أجنى بيها إني لكن وضوء وويسدا نفته وفعل كلا سمينا فعل كلا سمينا. وللوضوء ويسدي ويسقاتك يفعلك ويسقاتك وللغسل قبيسك وجنابه لغا قبيسته إيه والصلاة صلاة سنن كثيرة جدا سنن بلان بلاذا. فمن أراد قفكي دونه حياة قلبي قلبي جيسا فمن أراد قفكي دونه حياة قلبي قلبي جيسا إنو نوليه والفوز إنو الليبان عند ربي 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 جيسا أكتيسا فليتعلم هبرته ويعمل بها كعمل فضل فلا يترك يسنكتغين فلا يترك كمتغو إلا متساهل قف مارتي مارتي آت يدوح أسهل ذو متساهل علي لذا قفك ليزق أما قفك عاجز كبدن أما قفك وحس كسهل ذو ويرى وحن وحوي معها هذا كتغن وخير هذا سمين وخير كاسو علي لذا متساهل يعني قف آت أفوض استويان إلا فلا يترك كمتغا إلا متساهل قف آت أفوض استويان أو مثلاه قف مارتيه المامويان أو مثلاه قف عيارة مويان أو مثلاه قف هلمان مويان جاهل أو بجاهلة. ولذلك نوحي عليه الصلاة لا تتم الصلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء قفك صلاة ديسة كامل ما إلا ويسده كامل وكريو ويسدي كامل وكريو مالك سادرت هذا صلاة وحيلة هذا سنن فربضا وصنع الهواتف تذو حكمت الله بيتوان أي كمدا وجوكتا يوميا وما لنكستا ليلة قفك تكوناي ظهر أفر ركع كهريسو لو ركع كدميسو واللح ركع ويان سداس وكلا مغرب لو ركع كدميسو لحت دوا سديد عشاء لو ركع كدميسو واتوان فجر لو ركع كهريسو ولبيتون لبيتون كسقف كي لازمه نوحي عليه الصلاة والسلام جنات أي توس وقلايا جنات أي توس وقلايا. ولذلك مركز هذا ارتدى قف كي إلى ليو سننتا صلاة وفر بدن قف كاس وقف نقلبي سنولايي رب سبحانه وتعالى آدم عرته أدوى ذي لأن رب سبحانه وتعالى حديث غي سوحوها وما يتغرب على عبدي من النوافل حتى أحبه يعني أدونك يومسوا دوا نوافشة هي سننك إلا مركز أنك جعلها بل على مركز سنة أبضسه يرواتبت أبضسه إلهي سبحانه وتعالى أدوى نساء. ومما يتأكد وحيالها لأتكينا معرفة إلا برته مركو حكوش يا شيخة وحيالها لأتكيي أو ولب الصنان تأه أو راتب كأه أو صلاة كاستجداش للآخريه أو مهم كأه أي قيب كأه شيء مرك. ومما يتأكد وحيلا لا أذكر وحكم ده معرفته بجرشيني ذا أذكار الصلاة صلاة أذكار تذا ونحن أنجنا نذكرها ونشينا هنا هل كان باختصار سي سكوبان. فيقول المصلي قف تكونها وحولها يا أم حليها وصلي وحن تكونها يا فرض الظهر ظهر كفرض جيزة إنه فرض الظهر إنه فرض هاي أربع ركعات أفر ركع أداء أنا ولبا أن جذنا يو أن هين قضاء أنا هين مستقبل القبلة قبلة أنا وقابلها يو مأموما أنا ولب مأموما هيو ومارته كده وتكون إمام لله تعالى إلهي وتكون يو الله أكبر مارك أنت هس أصلي فرض ظهر أربع ركعات أداء مستقبل القبلة مأمون لله تعالى مسو أرورين لكن فوق هذا وحيو شيء قايان قفك إن مارته لحصوصيه حتى أصلا كل إكرتا أو نيد هذا وحن تكون يا صلاة عشاء أو فرض أي تاي يقولوا أنا ومارتي مأمومة الله أكبر مركوحي الله أكبر كهريو وحمارتي هبيراتي لقصوا قادة مرة صلاة وحكة بالله تامركة ألوه بالله الله أكبر وحن لقول رمياء السلام عليكم سنصوى الشيخنا. لكن أنت فوق هذا دلال أي دلالين ومارتي الربان دادك إنا الدين تفهنسيان ودادك مشغول كما دام فربتي وحلوه حسوسنا صلاة تكوني سحتا وحلوه حسوسنا ما ظهر ميا ما عصر ميا فرض ميا سنمية أدامية مس قضامية وحيلها صنع مركوا وما أرتي. لكن نبي كما سونا عليه الصلاة والسلام نبي ما أرتي وحوك بالله الله أكبر صحابتنا كما سونا عنين. لكن ما أرتي غفك دو أفصمال كويراد يدي عرب كويراد وحبات ما أرتي مشكلة حابي يلات ملاويا ومركا. فيقول مصلي غفك تكون وحليه أصلي وحن تكون فرض ظهر ظهر فرض أربع ركعات أفر ركع أداء ولب أنا وقذنا
oo markaas xilligaas adaa waxa la yiraa salaad marka taagan salaad markaas taagan tahay adaa la yiraa laakiin marada salaad waqtiga dhaafo qadaa la yiraa salaad waqtiga adu dhaafo waa qadaa qadaa adaa مستقبل قبل قبل أن وقام بلا مأموما لله تعالى ولما مأموما إمام مأمون آه كتب تكون إمامك لله تعالى إلى دس تكون الله أكبر ويبدل أمرك وبدلا يا ويبدل وبدلا الظهر ظهر في مكان في غير غير كان باسم مقعدة يعني هذه صلاة عصر تهنا ساس أني سنايا هذه صلاة ساس أكرة أي مغرب عشاء وهكذا ويذكر الشيء عدد ركعاتها صلاة أفرت ركعات كعدد كذويا ويقول مركو حليه اماما هذا امام ياي بدل ماموما امام بوليه ان كان اماما امام دو ياي ويترك ما وكتغايا ان كان منفردا كليس دو ياي كليس دو يانا يعني وكتغايا لو جرب هذا كليس هاي يا دي امام ياي يا دو ماموم ياي وحا مهم قفك صلاه انو نيستو صلاه ظهر ميا عشاء ميا مغرب ميا ان نيستو نيداس مركو قلبي ويا حدي مثلا اف سومال كو دادي عربي دد كو دادو صلاه وهي مار كو غدميسا صلاه اي كو خرميسا كو وتكبير تسويان ثم كدم يقول حليهي يعني قفكم مركو الله أكبر ويرادة محو أخرنا يا وحسو أراري أذكرت قاركوذة كوشيغا يا مركا مصنفك رحمه الله تعالى وحسو أراري إن أخرسه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلم مسلم وما أنا من المشركين وجهت وحان مارتي وجهي 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 يعني وحا وجهي وحلول جلة ذات ذي دنبا يعني أذكر دنبا وجهي هذا وحا وجهي سئي ذات ذي إلهي سبحان للذي الذي فطر السماوات سماواتك خلقي أبوري والأرض لك حنيفا وحال أن يقفك كسر الله حنايا وما أردت الأديان تباطلك أولا حنايا توحيدك إيو دين إسلامك مسلم ولو أنا مسلم وما أنا أنا مئه من المشركين مشركين تنا كمد مئه يعني وما أنا كمد من المشركين مشركين تنا كمد مئه إن صلاتي صلاتي ونسكي عبادتي نسك مش حلال جيدة عبادتي دنبا يعني قورع كل يسمعها ونسكي أي عبادة عبادتي دن ومحياي إن الله شيء دن وماتي قيردي لله إله بأسنة رب العالمين عالمك رب جيسا رب العالمين عالمك رب جيسا ويهاي مركا قفك مركي الله أكبر ويراد دعا لاس ويسو عرورتي دعين كلنا ويسو عرورين ويحي مركا كوفضت أي آخر نساء يعني كان قفك لكن وآخريه أي ما أردت مهمة أما الدعاء لان آخري ويسو عرورتي أما وحافك ما أردتي دعوين كله وما أردتي سؤارات أم أخر ويان مثلا ما أردتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه تعالى جدك ولا إله غيرك وسؤاراتي وحاكر سؤارات ما أردتي اللهم بعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب سؤاراتي مدهر المؤلف كشيء وجهت وجهنينا وسؤاراتي لا شريك وذاك له إله ومسونان وبذلك أرنك سمرت الإفري وأنا نجل من المسلمين مسلمين تأيان كمد أهي مسلمين تا بان كم يداي مركا معنى هذا وصاص ويا يعني إلهي با اسكت ديبتي وجه هذا يو ذات ذا يو أذقوا أن إلهي با وجه ستي أذقوا الله سبحانه وتعالى ولب أقي ريسو الله يكو خلقي أو حدنا كسر الله حتى أديان تي باطل كا أولا حتى إسلام كا أو أن مسلم آتاي مشرك أنا هين مركا صلاة ذا عبادة ذا نلاش هذا غير ذا كل إلهي با ودي بتويا مركا سكت وحلي هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني مركا روحي الله أكبر كدي وجهت أبو أخري كدي مركز حولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ وحمد انقلع بالله إله من الشيطان الشيطان كالرجيم أو اللفقي الرجيم وحوية ومتك اللفقي وحلق فقي نحرست إلهي الرجيم يعني ومتك لطوري أما لفقي أما وحلق طوري وللنا على ذي كاسب حليلة رجيم مركز شيطان وحلق مارت لقصو جميل وقصو مارتي لقصو فيجي أما لقصو رعدي سمده إلهي نحرست اسم ولا قفقي سادة مركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ذهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطانك وكسو قلايا سونا ونوشك عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إله بمارت ميعيسا نكوب الله ويا الرحمن الله نحرس نحرس قوتة الرحيم الله نحرس نحرس قارة مركة رحمات قهرة إلهي وحو نحرسنا يا جميع الخلق خلق وردن إنسي قوضة جن قوضة حيوانات قوضة وحو البابا الرحيم ذا دنبا وحي خاص كوتا هاي دسك مؤمنين تاه سيأيت كإلهي كويرا وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما الحمد محضرا لله إله بأصونات يعني كل المحامد والثناء والحمد لله إله بأصونات رب العالمين أنك رب قوضة رب العالمين أنك رب قوضة الرحمن الله نحرس نحرس قوتة الرحيم الله نحرس نحرس قارة مالك يوم الدين الله وبقرك ما ننتقي أما ويان
مالك الله بغرك من يوم الدين مالنت قيامها يوم الدين ومالنت أوال مرنت ويال إياك الله كل قال نعبدك وعابدينا وإياك الله كل قال نستعينك وكالمويد سننا إهدنا الله نوه هنوني الصراط والددى المستقيم توسن صراط الذين كوي والددى أنعمت عليهم ونعميسي غير المغضوب كوي الله عرض غير كوذا عليهم كركوا ولا الضالين كوي اللمي المغضوب عليهم و ويهودا سنة ونوشي عليه الصلاة والسلام والضالين والنصارى نوحي عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام اليهود ماذا المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضلال والنصارى ضلال سادة مركة ثم يقرأ أخرنا يا السورة سورة دا أي أخرنا يا بعد الأذان الرمين إن شاء الله مالف كحليها ثم كذب يقرأ وأخرنا يا الصورة صورة أي أخرنا يا الله أكبر بولي مركا سبحان ربي العظيم وبحمده وسد ثلاث مرات سد حجر أي أخرنا يا سبحان مركا معنا حيث وحكنا زهايا الله سبحانه وتعالى عيب كستا إيه نقصان كستا يوح إيه الله وحي مارة تقصيرة يوح إيه الله وحي عيبة بإلهي كنا زهايا ربي ربي العظيم الله وين وبحمده مهدسة ثلاث مرات سد حجر كذب سمع الله لمن حمده أي إله سمع الله إله مقلا لمن حمده غفك إله كم عظيم يعني إله كأقبل يا تقبل حمده منه إله كأقبل حمد جيسا ربنا يا ربنا ربنا لك أذية الحمد ما هذا لن أذية كوسونات ملء السماوات سماوات بوحي هذا وملء الأرض ألك بوحي سو وملء ما شئت من شيء بعد شيء كاستمرت بوحي تان جيسا وقداش جيسا مثلا إله سبحانه وتعالى مهدس لمسه كوبكرا وما أردت كرسي عرشي وحصرا ويكوين إلهي لمسه كوبكره لا يحيط به إلا علمه إلا مارته علام الغيوب إله أسيق مويان عيد هبا يراته ما هذين تيسيه
حمدي أكبر يا رتمنا الله أكبر كدي وحولي الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدي ثلاث مرات سدح جير أي ليا وعمرك عيب كنزان الله سريو وبحمده أي سوى كله عن هذا إله سبحانه وتعالى الله أكبر ولي كدي ربي اغفر لي ربي يا رب ربي اغفر لي ذنبي قد فرحمني إله وإنا حريصه واجبرني إله إكب وارفعني إله إكريال وارزقني إله أرزق وهدني إله وهنون وعافني إله عاف واعف عني إله وعافي مركا أنت سأيو لي هاي الله أكبر ولي مركز كدي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات سد حجير أيو لي هاي سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات سد حجير فهذه ركعة تنوى ركعة ويان ويفعل حسمين مركا فهذه ركعة وهل ركعة فمركا مصنف كون حنوش يا هل ركعة وحي الآخر لها ركوع وحا آخر لها سجود وحا آخر لها مركا استاذ وحا آخر ونوش يا ويفعل حسمين يا في باقي الركعات ركعات انت كلا سوهرتي جميع ما ذكرناه وحلا وحا سوش يا أيو شيء يا إلا النية نية ويان وتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ويان انت كلا واسكمت فهي إذا في الأولى تنهره وإذا زادت هدو زيادة وإذا زادت هدو زيادة صلاة ركعتين لا ركعة كزيادة جلسوا في لسان التشهد الأول التحيات كهرة فيقول مركوح له التحيات سلانيال إله بأصونات المباركات وحلا وحي بركاء وخيرة إله بأصونات الصلوات نحريسنا إله أصونات الطيبات وناغرا لله إله أصونات السلام بدباد عليك كركا أيها النبي نبيان ورحمة الله نحريس إله وبركاته مركة التحيات وسلامت ويان تحية وسلامت وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أولبا تحية وسلامت وصريسه ولو سلام جرواي بربقرها إيو إيو سلاطين تيو مدحذ إيو إيو ما أرتي محوال لو سلام جر أيو حل جري التحية كاسو حل جري التحية ولذلك مركة التحيات وسلام ودن وصريسه ودرجة وصريسه إله بأصونات وحلا وحي مركة المباركات وحلا وحي مارت إذن بركة سنو حوصونات إلهي سبحانه وتعالى وأه إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحو البوصونات والطيبات وناقر أن إلهي حقي سمارتك هذين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام بدبال علينا كركان إلهي هيالو وعلى عباد الله أدومها كركوضة أدومها سوء الصالحين أو وناكسن أشهد وحنقرى أن يعني لا إله معبود حق العيون سنجرين إلا الله إله مويان معنى الحكري انتهي لا معبود بحق في الوجود إلا الله معبود حق العبد مجر كون كان إلا إله مويان وأشهد حنقر أن محمد أو محمد عبده أدون كلا نويهي أن محمد أو محمد رسول الله رسول كلا سودر سنويهي اللهم صل على محمد إلهي أمان الصلاة من الله الثناء ويان صلاة دي إله حق إسكاعتوا وأمان ويان إلهي أمان نو محمد مارتي ميل فايل ميل وناكسن جارسي ميل مارتي درجة وناكسن وأمان ويان الله أكبر مكاس كده وحولي الله أكبر ثم يقوم استغيا ويأتي والإيمان بباقي ركعات صلاته ثم يقوم استغيا ويأتي والإيمان بباقي ركعات صلاته صلاته انت دمس كسهرتين لكن لا يقرأ ما أخرنا سورة سورة بعد التشهد الأول التحيات كهرة سورة ما أخرنا ثم إذا أتم الركعات ركعات دور دمسترة جلس وفرسنا الجلوس الأخير فرق الدنبه ويقول المركو حليه فيه التحيات والمباركات والصلوات والطيبات هذه أنصار الشيخني السلام عليك إلهي مع السلام بتبال عليك هذا أيها النبي نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد عبدك أدونك ورسولك إلهي أمان وما أرتي أدونك هذا يا رسول كذا النبي الأمي نبي أمي وحبان قريك وحنا آخرين كريم وعلى آل محمد نوح محمد آل كيس وأزواجه أزواج كيس دمر كيس حاسس كيس وأه أمهات المؤمنين أيهن وذريتي عروتي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سدى أذو أمانتي إبراهيم هذا ما أرتي ونحرستي إبراهيم آل كيس وبارك إله بركة على محمد نو محمد إله بركة إله نو محمد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عالم قرآن فإن في العالم إنك أذي حميد مثل ما هذه مجيد وهدنا شرف له اللهم اغفر لي كذب وأخرنا يا اللهم اغفر إله دم بقلاف ما قدمت وحان صهر مرسد وما أخرت وحان دم مرسد وما أسرت وحان سريستي وما علمت وحان قرأ وما أرتقى هذي وما أسرفت وحان إسراف كسمية وقوة أطفال أنسمية
وما أنت أعلم به مني وحلا وحي مارت هذا أكسون تاي أنت وحتى المقدم الله هوري وأنت المؤخر الله دنبيه لا إله إلا أنت يعني الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن إله عدك هوري اسم مجرن وحكا دمي إله عبي لا تمراوية كدي وحليه مركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا إله إمارتي وحنسيس في الدنيا دونك حسنة وناك يعني وناك محوية هاي إله علم نسي إله عبادة نسي إله رزق حلال نسي إله عاف مال نسي وهكذا وفي الدنيا حسنة وفي الآخرة آخرة حسنة وناك آخرة حسنة آخرة المركة حسنة وجنة يدم داف إيه مارتي إيه ثواب وقنا إله نذكر عذاب النار نار عذابته اللهم إني أعوذ بك اللهم إلهي إني أنا أعوذ بك وحن من عذاب القبر وحكام من عذاب القبر أو جراء ثابت آه أو نبي نشاق عليه الصلاة والسلام عذاب القبر إنه جراء إلهي القرآن كوكو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ما كفرعون لقاها اللهي نار توحى لوصف برنقا يرور تهراء إيه قلن كدام بي نار تلوصف برنقا إيه نار تيمئه أصل كوا عذاب القبر ويان سداس وكالو حدليل عذاب القبر ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يعني عذاب الأدنى وعذاب القبر نبي صلى الله عليه وسلم علمه كم إذا قبر أي صومر أو العذاب أي مركة عذاب القبر وحجر ويان لكن بعض الفرق معتزلة وقال ويجي ذن عذاب القبر مجرى دائم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى وحكام إن قال يا عذاب القبر إلى يقبض بادي نبي وشع عليه الصلاة والسلام قبر والله إن وهذا إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ومركز ستح السؤال ذاك جوابته من ربك ومن نبيك وما دينك ستح السؤال ذاك جوابته قبر أو حنقنا قبر روضة من رياض الجنة ومارتي بير بيرها جنة كملة ستح السؤال ذاك جواب وايسو وحنقنا مركا حفرة من حفر النار والعياذ بالله مركا قفك مركا إنه أسيد ديار قرو مركو رنتو قياما لو شيغاينا وامركا دمتو جيردا كايتا من مات فقد قام قيامه قفك انت جيرديسا واي ما قيامي سوا كاي ما قيامه هذا السوا اي ما بابا اجشنا ما تقان وقتي كو ايمانس مركينا وقتي كفا ايديستو او عشر دينستو او دينتا ادبرتو او ديار غرودو ان الله سبحانه وتعالى مركا كابد باديو دينتا ادبرتو هكذا اقونين با ادونك مركا جوجتي دينتا ادبرن سؤال ما كجوابتي ومن عذاب النار نار عذاب إلهي يقبض باب من فتنة المحيا نراش فتنة والممات يجردة ومن فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال في النديسة أو آخر زمان صوب حدونه نبو نوشي عليه الصلاة والسلام سينا مارتين يا ترال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو حلال هاي صلاة السلاس أيا كل مسترتي وحلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو حسلا ميزة تتك ميدك تاده ومثلا مؤمنين تأكتاد كتكونها أو كلا يملائكته كل جوكته يا سلام ميزة يعني دتك ميدك تكاجر وسلاميسا معنى ساسا كرين تاي إله بدبادي إيو نحريس إيو بركة لن إله السي بدا حدا ساسا وكال السلام عليكم ورحمة الله إذا وحا سلاميسا دتك بدا حدا كاجر وكو قرب تكون أيان إيو ملائكة إيو ويحي لمدا دتك قال لكن مركز حاليا بقفك سلامت إنو أسي كاهوريا لغيابو ومرها رب سلام نقصابة مركز سلامتي مركز دتك قال مارت دك دك إيحوه لغا أوري سادرت مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا وأستاذ سويم وصلى الله إله مارتين أو نحرستو أم إله سبحانه وتعالى على سيدنا سيد كينا محمد المحمد وعلى آله آل كيسة وصحبه آل كيسنا وحلا وحي النبي الراعي وآل كيس ويان آل كيس وحلا وحي الراعي إيو نبي صلى الله عليه وسلم آل كيسة وآه مارتين نبي كؤب ترصده إيو انتي مارتين ومارت نبي نوشي عليه الصلاة والسلام وصوق ليس مارت أزواج كيس إذرية ليس عرورتس كل وحي كفر عمي يو صاحبي أصحاب تيزا وسلم إله بدباد والحمد لله إلهي مهات والحمد معذورا لله إله بأسوناتي رب العالمين أنك رب وذا آمين كتابكم مركز سلاسة يقول أما هذي إلهي سبحانه وتعالى حويد سنينا إنه أنفعه وكذلك معرض كتابك كو أنفعني إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنات حكسي ومؤلف كقري إلهي أعود صدقة جارية ومعرض إنت عصو سنة كتب لآخر سنة كتاب كيسا مركوا وعي كمتها وحيلها نوشة عليه سلاسة وعلم ينتفع به أنت دين ستي أنت كنت حنا ذنا وحلينا إلهي سبحانه أجر حسنا إلهي نكسيه نكذبنا إن شاء الله تعالى كتابك كحجة وأه سفينة نجاة أيام بلاوينا أسبوع صوص على أما إن شاء الله تعالى هبين كستا خميس تا عابو وكله هي إن شاء الله تعالى كتاب كصلوات أيام مركا هي بلاوينا تذكر على مسلمين تا
إن كفى إذا استان كتبت ميلها لو آخريه ومسايد كان أنا أي مسايد كان كتب لو آخرين هذا جيسته لأن حل كان وحل إمارتين في تنتيو يوم معاصي آدو فربات زمن كي زمن فتنة سكن غضي قفك مركا وبهين الدين تيسا إنه آدو برتو هذا وديك له شكوك بدن يشك بدن أيام الكينا إلهي سبحانه وتعالى مركا حويد سنينا يا إمارتين دم بين نور رافئكين والدين تنا أنت إلهي سبحانه وتعالى نحن سنا إلهي وعافيه ولا لهنا غزة هي فلسطين إلهي سبحانه وتعالى النصرة هي قرقار هي فرج إلهي نوكانه هذا بلا توفيق وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.